السلام عليكم. اذا تطور رهيب جدا لاسطورة الاساطير فريمد الري 80 وفي التشكيلة الاساسية لنادي الاهلي السعودي. جلسة تصوير رسمية. اوكي فيديو لملابس الفاخرة. سنشارك اكيد. سنقوم بالاستثمار في علامة تجارية للملابس. سعر الاستثمار 162,000 دولار. والعائد المتوقع هو 203,000 دولار. يلا راح ننتظر 45 يوما. سنتسوق بما انه لدينا 126,000 دولار. سنقوم بتوظيف اختصاصي اقدام. اعتني بقدميك انهما مصدر رزقك. والله جذبني هذا العنوان. يلا. سنقوم بالاستثمار في فريق الالعاب الرياضة الالكترونية مجددا. تبقى لنا فقط تقريبا 19,000 دولار. في الترتيب محتلين المركز السابع ب 19 نقطة. من محتل المركز الأول الاتحاد 30 نقطة. قمت بالتعديل على لاعبي. هذا أنا يشبهني تقريبا. نه تقريبا يشبهني. مباراة اليوم ضد الاتفاق أساسي. نعم الأسطورة فريمد. ليتس جو. لا تنسوا يا جماعة الخير تضغطوا اللايك، الاشتراك بالقناة وتفعيل زر التنبيهات. تعطونا آراءكم وأفكاركم للعبة FC 25. ويلا بسم الله على بركة الله. مهم المباراة. تسديدتين على المرمى. تحقيق معدل نجاح المراوغات 20%. التقييم 8.5. التسديد يا الله كانت قريبة. يا الله يحصل على المساندة في هذه اللحظات. يلا التسديد. يا يلا باور شوت. الله يا الله لو كانت قريبة. يا الله روبرتو فيرمينو. يلا التسديد. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما حب اختيرة اختيرة اختيرة. والحارس الحمد لله الحارس. يلا يلا جول. ما حبت والله ما حبت. يا الله لازم نطور الإنهاء يا جماعة. يلا التسديدة بعيدة 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 يا فريمد. الإنهاء عندي الصفر يا جماعة الخير. الإنهاء سيء. حذاري حذاري وجول. الحمد لله. ونهاية المباراة. تعادل سلبي بين الاتفاق والأهلي. أدينا مهمتين فقط. أما التقييم لم نؤديه وحصلنا على 3 نقاط مهارة. أداء ضعيف من المدير. الفريق كله يدعم الإدارة أكيد. سنضيف هنا الإنهاء وحيدة ووحيدة هنا. تمام تبقى لنا نقطة واحدة في التسديدة البعيدة. أوكي مباراة اليوم ضد نادي الخليج. دعونا نرى التدريب. سنقوم بالتدريب على سيناريوهات هجومية للمبتدئين. A few moments later. أوكي أنهينا التدريب يا جماعة الخير. يلا يوم المباراة. نعم ريت 81 يا جماعة الخير. جيد. الآن إلى المباراة الخليج. بسم الله على بركة الله مشاهدينا الأفاضل. دعونا نرى مهام المباراة. التقييم 9. التمريرات 40%. استعد الاستحواذ 4 مرات. تسديد. الله لو مررها كان أحسن. يلا التسديد. يلا جول 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 جول. الأسطورة فريمد الحمد لله سددتها لكن اصطدمت بالدفاع ولكن الكرة رجعت لي والحمد لله في المرمى. الإنهاء كان أسطوري هذه المرة. يلا هذه الكرة جول جول أسطوري. يا له من جول. ابلع 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 في الزاوية الصعبة مقوسة. يا الله حذري 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 حذري. والهدف صراحة التمريرة البينية كانت أسطورية فعلا. يلا الله ضاعت ضاعت. يلا 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 جو ضاعت. ضيع 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 ضيع. التقييم 9.8. واو. لا 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 لا. خطأ دفاعي أحمق. يلا محرز محرز يحرز محرز يحرز. هدف الدقيقة 89. يس. ونهاية المباراة الحمد لله 3-2 بشق الأنفس. الحمد لله. كان هذا عرضا رائعا مذهل. سيجرون مقابلة.
أدينا كل المهام جيد. أوكي، فتح أسلوب لعب جديد يا جماعة الخير، تنفيذ التسديدات الساقطة بشكل أسرع وبدقة أعلى، هذه التي ستفيدني يا جماعة الخير، هذه التي جعلتني أسطورة يا جماعة الخير، التسديدات الساقطة الراهقة. أوكي، قراءة كتاب حول رائد أعمال ثري. يلا، سجل فريمد ليضع اسمه في قائمة الهدافين لفريق الأهلي في الفوز الذي حققه الفريق بنتيجة 3-2 أمام الخليج. ظن جيراني أن كلبي كان ينبح، لكن ذلك كان صوتي طوال الوقت. أوكي يا جماعة الخير، راح نتدرب قليلا على ركلات الترجيع على الكرات الثابتة، التسديدة الساحقة. يلا، وصلوا في الزاوية الصعبة. 2000 years later. اليوم عندنا مباراة قوية جدا ضد الرائد الريد، أصبح 83، تطور رهيب جدا مع مرور الوقت. يلا ليتس جو إلى المباراة، أعطونا المهام. يلا، التقييم 9، تجنب الخسارة، استعادة الاستحواذ 4 مرات. يلا التسديدة، يا الله بعيدة. سدد سدد، هاك، تمريرة حاسمة. يلا التسديدة، الحارس يا ربي. تسديدة، يا سلام على الإنهاء يا فراس البريكان، واحتفالية المعروضة، الرقص على وتر الأهداف. تسديدة، جول جول أسطورة، التقييم 10، وهدف أسطوري فعلا، الكل يحتفل مع الأسطورة فريمن، النجم المتألق الصاعد بقوة، عائد من الإصابة، العائد إلى الميادين. شوف الإنهاء، يا سلام. إذا كان فراس يعزف على أوتار الأهداف، ففريمد يعزف على أوتار هذاري. التسديد وقول، الحمد لله بيضا. هيلا هيلا هيلا، الله يا الله، ما هذا الهدف، ما هذا الهدف، واي هدف، يا الله، اضرب 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 اضرب. يا الله، شوف 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 الانهاء، شوف التمريرات البينيه، يا الله. يلا هايلا هايلا هايلا، جول هايلا، جول، ضيعها يا الله. ونهاية المباراة 4-0 لصالح الأهلي ضد الرائد. تحديات نادي أياكس أمستردام من أجل الانضمام إليهم، يجب علي تسجيل 20 هدف من داخل منطقة الجزاء، وكل التحديات الأخرى تم تنفيذها بنجاح، فيما يمكنني التعاقد مع هانوفر وهذا النادي الهولندي، لا أدري، مع ستاندرد، مع كوفنتري سيتي، يمكنني الانضمام إليهم بسهولة. أداء عالي مستوى، مدح زملاء الفريق أكيد. لم يكن أدائي الجيد أمام الرائد ممكنا بدون دعم زملائي في الفريق، يا له من أسلوب لعب نظيف يتمتعون به الأهلي. بعد تقديم أداء رائع، فريمد يحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة، الحمد لله. كل مواقع التواصل الاجتماعي تمدحني، الحمد لله. تم الإعلان فريق الأسبوع في بطولة الدوري، يا الله، أنا موجود رفقة بنزيما، فيرمينو، يا الله، في التشكيلة الأساسية للدوري روشن السعودي، الحمد لله لأول مرة. اوكي، مباراة اليوم يا جماعة الخير ستكون امام نادي الاتفاق، بالطبع فريمد كالعادة اساسي، رفقة محرز فيرمينو والبريكان. يلا ليتس جو الى المباراة. الشباب وليس الاتفاق، نفذ 3 اعتراضات، تقييم 8.5، استغلال الفرص 60%. يلا يلا روح، يلا، هذا خطأ حكم، ضربني. يلا مليحة مليحة مليحة، محرز فريمد، يا الله، يا واش ضيعت. يلا يلا، جول، تمريرة حاسمة ضاعت. يلا مرر مرر البريكان، مرر يا فراس، من الأول من الأول. يلا فراس، هايلا، جول، شكرا يا فراس، شكرا يا فراس. شوف تمريرات فراس الأسطورية، الحمد لله فهم لهذه المرة، الحمد لله. حتى أصرخ عليك يا فراس، إلى حد اللحظة لم أسجل هدف بمقصية. يلا تسديد، لولا، يا 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 يا، كنت أنهي مشواره.
والحمد لله نهاية المباراة ضد الشباب 1-0 بهدف أسطورة الأساطير فريمان. علي أن أسجل مقصية يا جماعة الخير، هذا هو تحدي فيديو اليوم. خانة تسديدة الهوائية فارغة، يلا خليها واحد. والإنهاء والكرة الهوائية، تمام. أداء عالي المستوى، تشجيع نفسك أكيد. فريمت سيطرت تماما على أرض الملعب أمام الشباب، لا يمكن لأحد إيقافي. قال ذا أتلتيك أنه في بداية الموسم لم يكن أحد يتوقع أن فريمت سيصل إلى مستويات عالية كالتي يقدمها الآن، وقد وصفوني بأنني كنت الموهبة المدفونة، نعم بسبب الإصابات. أوكي، أفضل مدير فني لهذا العام هو بيب غوارديولا. وفريمد مجددا في تشكيلة الأسبوع في الدوري روشن السعودي، أنني حصلت على أفضل لاعب لهذا الشهر في الدوري السعودي يا جماعة. سنقوم باستثمار في تمويل المشاريع الصغيرة وفي تطبيق الهاتف الذي دائما ما نخسر فيه. سنقوم ببناء حمام سباحة في المنزل سيكلفنا 93,000 دولار. سنقوم بتوظيف مدرب لليوغا. سنقوم بالاستثمار في أكاديمية رياضية، تمام. يلا، إلى حد اللحظة لم يأتنا أي عرض يا جماعة الخير. يلا، تبقى 6 ساعات فقط على نهاية الميركاتو الشتوي. إلى حد اللحظة لم يأتنا أي عرض. بداية مباريات الإياب يا جماعة الخير، لقاء مع وسائل الإعلام الجزء الأول معا حول النادي. اليوم أساسي في مباراة التعاون الريد 84، يلا بجيبوا لي نادي التعاون، سأسلخهم سلخ. تقييم 8.5، سجل ما لا يقل عن هدف، والمراوغات 20% ناجحة إن شاء الله. يلا التسديدة بعيدة، نريد هدف من خارج منطقة الجزاء. التسديدة يا الله. نهاية المباراة يا جماعة الخير 0-0، ما قدمت ولا أي شيء. المباراة كانت مملة جدا. المركز الثالث ب 30 نقطة بفارق 10 نقاط عن الاتحاد. يلا اليوم عندنا مباراة ضد الهلال وأساسي بالطبع، ليتس جو. يلا بسم الله على بركة الله، خلونا نشوفوا مهام المدرب. 8.5 تقييم، تمريرات 40% ناجحة، عرضيات 20% ناجحة. الديربي بين الهلال والأهلي، مباراة أسطورية. الله، وأول محاولة. الله، ثاني محاولة. الله، ضربة جزاء، ضربة جزاء يا جماعة. فريمت في التنفيذ. يلا في الزاوية الصعبة، في الزاوية الصعبة جول. أول ركلة ترجيح أنفذها مع الأهلي. احتفاليات ليفاندوسكي. حذري، أخطاء الدفاعية الغبية. تسديدة، تسلل يا ربي. ونهاية المباراة 1-0 بهدف أسطورة الأساطير. للأسف شديد ما حققنا تحدي تسجيل هدف من مقصية، اكتفينا بمحاولتين فقط. الفوز في الديربي مدح زملائك في الفريق أكيد. لماذا أنا بديل يا مدرب؟ لماذا؟ حصلنا على 3 نقاط مهارة، سنضيفها إلى حركات المهارة، تمام. يلا اليوم عندنا مباراة لازم نحقق فيها تحدي تسجيل هدف بمقصية. التقييم 8.5، نجاح العرضيات 20%، نفذ اعتراضين، لكن اهم شيء هو نسجله بمقصية. يلا روح فراس، طيحها فراس. هذوري، والحمد لله من دون المبالغة في الحذر، نريد مشاهدة الاهداف. خطأ، التدخل يستحق بطاقة حمراء، حمراء صفراء. لا، ما تردد باقصاء هذا اللاعب، والان الفريق عليه اكمال هذا اللقاء في نقص العدد. خطا شنيع ارتكبته، والله بالخطا، والله بالخطا يا جماعه، كارثه كارثه. اشعر بالاحباط بشان فريمد الذي تلقى بطاقه حمراء. تلقى فريمد بطاقه حمراء في مواجهه الاهلي. لم اتواجد في تشكيله اخر اسبوع يا جماعه، انا اعتذر، اعتذر للاعب، والله كان خطا. لقد خذلت أصدقائي في الأهلي، لم تكن البطاقة الحمراء مفيدة لأحد، أعدكم ببذل مجهود أكبر. يلا مباراة الشباب والأهلي، تطبيق الهاتف دائما ما نخسر فيها يا جماعة. يلا يوم المباراة محاكاة سريعة، إن شاء الله الفوز 2-1 جيد. إذا دعونا نرى المركز، المركز الثالث ب 37 نقطة، يعني بفرق 8 نقاط عن نادي الاتحاد. هل سنتوج بالدوري أم الاتحاد؟ أخبرونا في تعليقات توقعاتكم.
وخوارزمية اليوتيوب تقول بأن هذا الفيديو سيعجبكم. يلا شاهد لهذا الفيديو من هنا، إنه فيديو مميز جدا. لا تنسوا تشترك من هنا، خلونا نوصل إلى 200,000 أخ وأخت. اشتركوا من هنا وشاهدوا الفيديو من هنا. دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام، شكرا لكم.